وفي بعض الاباء، وليس كل طبعا، في اباء محترمه جدا وعارفه يعني ايه رعيه ومسؤوليه، لكن بعض الاخر ما يعرفش يعني ايه رعيه ولا مسؤوليه ولا يعني ايه حنيه على اولادي، بيتعامل معاهم بقسوه وشده وشايف ان ده اللي هيربيه وهيطلعه راجل. مفيش ولد يتربى ان بابا يحضنه ويبوسه، ما عندناش الكلام ده. ده انت هتطلعي عيل مش عارفه عامل ازاي، والكلام اللي هم بيقولوا عليه ده. الراعي علشان يطلع الرعيه صح لازم يكون شديد وعنده قسوه وحزم كده علشان الرعيه بتاعته تبقى فعلا مظبوطه. يعني نقول له ان اذا كان ذلك يعني اكثر او اعلى من ربى هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل ابنائه بهذه المعامله، او ابناء ابنائه يعني الحسن والحسين، او ابناء المسلمين، كان يعاملهم بالرحمه وكان يربيهم اعلى تربيه. طب كان بيعمل ايه مع الحسن والحسين؟ الحسين والحسين طبعا ده كان زهرتي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندما ياتيان يحضنهما ويرفعهما ويركبانه وهو يصلي، يعتليان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وحتى يمرحا حتى ينتهي. انا فاكر حضرتك كنت مره حلقه فضل ساجد لحد ما هم نزلوا لوحدهم. تخيل لما يروح عند بيت فاطمه ويعمل لهم دابه كانه دابه وهم يركبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حدش يقول ده منافي للوقار ومنافي للتربيه اللي تربينا عليها. لا، انظر الى تربيه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائي. حتى يأتي الرجل ويقول: أتقبلون أبنائكم؟ إن لي 10 من أبناء لم أقبل منهم واحدا. قال: وما أصنع لك إن كان الله قد أقصى قلبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. يعني وما أصنع لك. نقول للآباء، نقول لكل من تولى رعاية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، ما حدش يخلع من مسؤولياته. والحاكم راع على قومه وهو مسؤول عن رعيته. من ولي أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. ونقول لهم أيضا أن الوالي أو الحاكم الذي لم يجهد للمؤمنين ولم ينصح لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لم يدخل معهم الجنة. طب شيخ أيمن،